صحيح يا سعاد، انت عندك شك ان انا ممكن اموت فيها؟ مش حكايه شك، بس انا شايف المساله كلها مش مساله حياه او موت. المساله بالنسبه لي مساله حياه او موت. انا ما كنتش عارف ان انا عزيز عليكي قوي كده. صحيح انا غالي عندك قوي كده؟ الحكايه دلوقتي ما بقتش غالي او رخيص يا ربيع. امال بقت ايه يا سعاد؟ بقت محك اختبار، هل احنا كنا عايشين في حقيقه ولا وهم؟ حقيقه ايه وهمي؟ العشرين سنه اللي فاتوا واللي عشتهم معاك وانا كل ايمان وثقه اني اتجوزت اعظم راجل في الدنيا، حقيقه ولا وهم؟ ايمانك بقضايا الفقراء والعدل حقيقه ولا وهم؟ حب الناس ليك واحساسهم انك ما بعدتش عنهم حقيقه ولا وهم؟ وفي النهايه ايماني انا وثقتي انك حق راجل في الكون بثقه الناس، ده حقيقه ولا وهم؟ كل ده يتحدد بنجاحي في الانتخابات. مش بالنجاح يا ربيع، انا كنت متوقعه ان المرشحين اول ما يعرفوا انك مرشح نفسك هيتنازلوا كلهم عشان نفوز بالتزكيه. لا، عشان ده العدل. عموما احنا ما يجبش نتوقع العدل والمثاليه للدرجه دي، والا مش هيبقى لنا دور، مش هيبقى فيه مظلومين واصحاب حق، مش هيبقى لنا قضيه. على الاقل نتوقع العدل من بعض. يعني ايه يا سعاد نتوقع العدل من بعض؟ يعني ما نظلمش بعض يا ربيع، يعني كل واحد فينا يدي للتاني حقه. انت من حقك عليا اني اقف وراك لدرجه الموت. دي طيبة جدا، واضح انها لسه على نياتها قوي. انت مسامعني ولا ايه؟ نعم يا نات. ما بتعلقش ليه؟ تقال الموضوع مش محتاج تعليق، انت قررتي ان المدام بتاعتي طيبة قوي وعلى نياتها. ده رأيك اي، بس المفروض تحتفظي بيه لنفسك. يبقى مش عاجبك. والله لو قلت لي يعني ايه على نياتها دي يمكن يعجبني. يعني واخدة المسألة بمثالية شديدة قوي. برضو لسه مش فاهم. يعني المسألة مش محتاجة اللفة الطويلة دي عشان تنجح وتكتسح اللي قدامك، مش محتاجة بقى الثقة في الآخرين والعدل فين والظلم فين ونقف ورا بعض لحد ما نموت. أمال محتاجة إيه؟ أقول لك محتاجة إيه. محتاجة تعرف هدفك فين وتنشن عليه وتسيبه من مرة واحدة وتكسب. يعني مثلا أنا عايزة إيه؟ أصوات الدايرة دي لازم أخدها. ازاي؟ بالعافية؟ لو هشتري أصواتهم بالفلوس برضه هاخدها، مش هقعد استنى بقى لما يقولوا بيحبوك ولا بيكرهوك ولا معاهم ولا عليهم. الناس بتحب حاجة واحدة بس، مصلحتها، ده باختصار. وبالاختصار برضه ده الفرق بين سعاد الأنصاري ونهل الوكيل. يعني إيه يا ربيع؟ يعني نهل الوكيل بقت تاجرة شاطرة جدا، عملية جدا، مكيافيلية جدا، وسعاد الأنصاري بقت مربية مثالية جدا. على العموم ده رأيي، أنا كان ممكن أحتفظ بيه لنفسي عشان ما تزعليش، بس أنت وصلت المناقشة لحد الاعتراف. أنا طبعا بحترم رأيك جدا، بس أنا عايز أصحح لك حاجة بسيطة قوي. ده مش الفرق بين نهد الوكيل وسعاد الأنصاري، ده الفرق بين مدام ربيع الحسيني ومدام اشرف علوان. انت مراتك لازم شخصيتها تبقى كده لان انت علمتها كده، انما انا للاسف اشرف معلمنيش كده. انا أقوم كل حاجه ممكن تغيرها مدامك مش ضمن جيناتنا الوراثيه. السلوك المكتسب ممكن تغييره. طب اعمل ايه اذا كنت انت رافض تعلمني؟ كبرت على التعليم مش كده؟ كبرت على اني ابقى مدام ربيع الحسيني، هي دي الطريقه الوحيده عشان اتعلم. افهميني يا ناهي. من فضلك ما تعلقش وما تقولش اني كبرت على التعليم، لانك عايزني ارجع تلميذه تاني واقعد قدامك في المدرج عشان اخد الليسانس مش كده؟ يلا بينا بقى عشان نمشي، فاضل ساعه واحده على المؤتمر.
لازم الناس يجوا يلاقونا قاعدين مستنيين عشان ما يقولوش علينا مش مثاليين وما بنحبهمش. يا سلامة. تحت أمرك يا فندم. الأسانسير بسرعة يا سلامة. حاضر. اي حد يسال عليا انا والدكتور احنا في المؤتمر في المنيره. حاضر يا فندم. وكل الصحفيين اللي اتصلوا تبعتيهم على هناك على طول. تحت امرك يا فندم. ماهي انت سالتك؟ انا ما اقدرش ازعل منك. على العموم انا بس الكلمه دي تشطبها من اللغه العربيه عندك خالص وانت بتتكلم. طب انا سوري احب اقولها باي لغه عشان تقبليها. المشكله اني بحبك قوي، بحبك لدرجه اني مش قادره اتخيل انك ممكن تعتذر لحد حتى لو كنت انا. فهمني حاجه؟ يلا بينا هنتاخر. طب انا هفوت على ثروت الاول وبعدين احس. ماشي انا هسبقك على هناك وانت تجيب ثروت وتيجي. ايه يا دكتور ربيع، هو المؤتمر الشعبي ده هيكون فين بالظبط؟ في شارع المنيره نفسه. طب مش كنت تقولي ولا انت اليومين دول بتشتغل لوحدك كده؟ ما انا جاي اقول لك اهو، لقيتك لسه بالروب، يعني على ما نروح المؤتمر ان شاء الله يكون انفض ومفيش مرشح، يلا. ايوه لو كنت اديتني خبر، كنت عملت لك شويه احتياطات، كنت عملت لك دعايه برضه. من ناحيه تطمن خالص، انها اتقالت بالواجب وزياده، عندها فكره خطيره في مساله الدعايه والاعلان دي. ايه ده؟ هي ناهي صاحبه فكره المؤتمر؟ ما انت عارف هي صاحبه فكره ترشيحي من اصله. يلا بقى زمانها وصلت. هي كمان هتحضر معاك المؤتمر؟ هي عندك مانع؟ مش مانع ده اعتراض. انت معترض انها تحضر معايا المؤتمر؟ وبرفضه تماما. ليه؟ ليه يا دكتور؟ مش المفروض ان ناهد تظهر معاك باي صوره من الصور في حمله الانتخابات بتاعتك؟ وكمان المفروض ان مفيش حد يعرف ان ليك فيها اي علاقه. بس هي اللي عامله الحمله. انت خايف ليه من وجودها معايا؟ لأن الناس هترفضك بالتبعية. دكتور ربيع اسمعني، أنت صديقي وصديق عمري، أرجوك تفهمني، أنا بفهم كويس قوي في سيكولوجية الجماهير. قضية نهد تقريبا انتهت يا سرات، الناس كلها عارفة إنها مش مدانة. مش عشان هي بريئة، لأ، عشان معاها عبقري، محامي عبقري، ومش عبقري وبس، لأ، محامي محب ضحى بسمعته في سبيل سمعتها هي، وخرجها من قفص الاتهام ودخل هو جوه نفس القفص. انت ليه هتخوفني من الناس كده يا ثروت؟ خاف من الناس يا دكتور، بس اوعى تضحك عليهم. الناس كلهم متاكدين ان ناهد دي انسانه مش بريئه، وهيقاوموك لو حصل لحظه واحده انك انت بتضحك عليهم. انا عمري ما اضحك على الناس، انت فاهم. على الاقل هي بتضحك عليهم بيك انت، وبعدين مش كل مرة هتضحي انت، وإلا دلوقتي هننتقل بقى من دايرة التضحية لدايرة المنفعة. ها زعلت؟ أنا عارف إنك أنت زعلت يا دكتور. أنا مش زعلان، أنا بفكر. طيب أنا دلوقتي هطلع أغير هدومي وأجي معاك المؤتمر، بس صدقني كل الكلام اللي قلته لك ده حقيقي، ولو ما كنتش مصدق هتشوف بعينك الناس هتعمل ايه لما تشوف ناهد معاك في المؤتمر. بس هي زمانها وصلت دلوقتي. انا قلت لها اسبقيني انا بفوت عليك وحصلك. دي اكبر غلطه عملتها في حمله الدعايه بتاعتك، وغلطه سخيفه كمان. الحسيني يا بلاش! الحسيني يا بلاش! صح خير وين بلاش! الحسيني يا بلاش! ربيع لسه ما وصلش يا فندم. اوكي اتفضلوا انتوا يا دكتور رابع. حضرتك مش هتدخلي جوه؟ الاشك اني ادخل مع الدكتور ربيع، اتفضلوا انتوا انا هستنى. ماشي. الحسين يا بلاش واحد غير وين بلاش.
المؤتمر خلص؟ لا ده لسه ما ابتداش. امال جيت ليه؟ اصل بابا لسه ما جاش. هو مش هيحضر ولا ايه؟ لا اكيد هيحضر. طب يا حبيبي سبته وجيت ليه؟ في ايه؟ ما ترد عليا. اصل في ناس كتير هناك والمساله مش محتاجه. بس ما حدش فيهم ابني. ما حدش فيهم ابن ربيع الحسيني غيرك يا احمد. ما حدش محتاج تقف جنبه غير ابوك دلوقتي. مالك يا احمد؟ في ايه؟ يا ماما ما اقدرش احضر والمدام دي هناك. مدام؟ اظن ده بقى سبب يخلي حضرتك يعني ما تبصليش بنظره الاتهام دي. انت خايف من نظره الاتهام اللي في عينيا؟ مش خايف من نظره الاتهام اللي في عيون الناس لما تسالك ما وقفتش جنب ابوك ليه؟ طمني خالص يا ماما. الناس اول ما يشوفوا المدام دي هناك لا هيبصولي ولا يبصوا لبابا. يعني ايه؟ يعني الناس هتمشي. مش فاهمه. فهمني يا احمد. يا ماما الناس بيقولوا انها واقفه معاه، جايه ترد له الجنيه، بتدي له ثمن انه طلعها من السجن. ايه؟ بيقولوا انها حراميه عايزه تسرقه. اظن دلوقتي بقى مفيش لازمه اني اروح ولا اقف قدامه ولا وراه ولا لها لازمه الانتخابات خالص. احمد في حاجة واحدة ليها لازمة دلوقتي. موقف حتمي ولازم يحصل. إن ربيع الحسيني يعرف ويحس إن له ولد وبنت وبيت واقف وراه. مش لازم أبدا واحدة ست زي دي تضيعه وتقضي عليه. بونسوار جناب السفير. اهلا وسهلا يا مدام. انا مش هسلم على الدكتور ربيع لاني زعلانه. عارف بقالي قد ايه قاعده مستنيه هنا؟ انت عارف انا كنت فين؟ سياده السفير على ما يجهز يجهز براحته. خلاص عشان خاطر سياده السفير انا هتنازل عن كل حقوقي حتى حق الدستوري في انتخابك. انت ما تقدريش تنتخبيني لانك مش تابعه دايرتي. ما تضحكيش عليا بقى. خلاص عشان خاطر سياده السفير هتنازل عن اي حاجه. احنا من زمان ما اتقابلناش واخيرا اتقابلنا. فعلا. ولو اني كنت افضل ان احنا نتقابل في مكان تاني غير هنا. هنا ليه؟ لا يا ست السفير، يعني هنا في زحمه وهرجله فمش مستحب ابدا ان الناس تشوفك هنا. اظن حضرتك فهماني مش كده؟ اه قوي. وفضل كمان لو نشرب فنجان قهوة في مكتب حضرتك أو في أي مكان تاني تختاريه بعد المؤتمر. كده؟ يعني هنا في وسط الهرجلة دي ممكن يحصل لحضرتك حاجة تأثر على الدكتور، والدكتور مش هيستحمل. ده صاحبي وأنا عارفه كويس أوي. ما تخافش على الدكتور، لو حصل له أي حاجة أنا أعرف أداويه كويس أوي وأتحمل المسؤولية يا سيادة السفير. اتفضل. اتفضل يا سيادة العضو. وما تخافش من وجودي. مبروك مقدما. ها قد اقبل مرشحكم يا اهل الدائره. هو مرشح اليوم وعضو الغد الدكتور ربيع الحسيني. وحينما اذكر الدكتور ربيع الحسيني واحد غيره ما ينفعناش. الحسيني يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. الحسيني يا بلاش. يا اهل الاخوه الاعزاء، الحسيني يا بلاش. اهالي الطائره الكرام، الحسيني يا بلاش واحد غيره. اهالي الطائره الكرام، الحسيني يا بلاش واحد غيره. لو سمحتوا الحسيني يا بلاش. الهدوء من فضلكم. الحسيني
من فضلك يا اخ انت اللي بتهتف. خير وما ينفعناش. من فضلكم. ما خلاص بقى عبد الغني. واحد غيره ما ينفعناش. خلاص عبد الغني. هي سيرة ولا مش سامعني؟ لا مؤاخذة يا دكتور معلش خلاص. أيها الإخوة الأعزاء، أهالي الدائرة الكرام، يسعدنا الليلة في وسط جامعكم الكريم أن نقدم إليكم السيدة العظيمة التي كانت وراء مرشحنا العظيم، إليكم كلمة التبجيل، كلمة التحية للسيدة صاحبة شركات جرين هاند، السيدة ناهد الوكيل. عاشت نصيرة الضعفاء. 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 بتتكلموا ما بتردوش ليه؟ بتقعد يا ده ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش لازمنا كلامك يا مدام. مين اللي بيتكلم ده؟ الحكايه بقى شايلنا وشايلك يا دكتور ربيع ولا ايه؟ أيها المواطنون الأعزاء. نعم يا حرامية. أشرف حلوان فين؟ أشرف حلوان فين؟ أشرف حلوان فين؟ بينا يا هاني مش ممكن كده. احمد دي خناقه. مش قلت لك يا ماما؟ طب خش شوف ابوك بسرعه. شاكرين قوي يا مدام على مجاملتك. ميرسي يا مدام ومبروك مقدمه للدكتور ربيع. اتفضلي انت يا مدام اتفضلي. تمنياتنا بالتوفيق للدكتور ربيع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهالي الدائرة الكرام، يا أهلي المنيرة الكرام، أهلي وإخوتي، يا أهلي المنيرة وضريح سعد ومجرى العيون والسيدة زينب وأبو الريش وشارع السد، أهلي وعشيرتي. أنا سعاد الأنصاري، وكيلة مدرسة المنيرة الثانوية للبنات. لا شك وإن كل بيت من بيوتكم لي به توقيع في كراس بداخله، أو جملة صححتها لإحدى بناتكم أو أحد أولادكم. اسألوا أولادكم وبناتكم من هي سعاد الأنصاري. لا شك أن منهم من تخرج من الجامعة، لا شك أن منهم من تخرج من كلية الحقوق وجلس أمام الدكتور ربيع الحسيني ليتعلم منه العلم والخلق. اسألوا بناتكم وأولادكم عن الدكتور ربيع الحسيني. اسألوا أنفسكم، اسألوا ساحات القضاء عن الذين ناصرهم ووقف إلى جوارهم. وفي النهاية اسألوني أنا، كم تعذبت وتألمت حينما وقف زوجي في قاعة المحكمة واعترف أن السيدة ناهد الوكيل خطيبته. وبقدر ألمي وعذابي، بقدر احترامي لزوجي لأنه ضحى براحة بيته من أجل الحق والعدالة، ولا أظن أن السيدة ناهد الوكيل صاحبة الشركة قد حضرت إلى هنا اليوم إلا لاعترافها بتضحية زوجي من أجل الحق والعدالة. فإذا كنتم أنتم أيضا تؤمنون بأن زوجي قد فعل ما فعل وقال ما قال لتسود العدالة، فقولوا قولة حق بكامل حريتكم، فلن يستطيع إنسان أن يرغمكم على شهادة الحق. نحن لا نريدها
إلا حقا خالصا. أنا لا أريدها لزوجي إلا إذا كان يستحقها. وفي النهاية ونحن جميعا وأنا أولكم نشكر السيدة ناهد الوكيل لحضورها ومجاملة الدكتور ربيع الحسيني. الحسيني يا بلاش واحد زير وين بلاش. 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 مبروك يا ربيع. مبروك ليك انت يا حبيبتي. انا اول واحد يقولها لك. انا متشكر. هي دي الكلمه اللي ملهاش موقع من الاعراب زي ما بيقولوا في اللغه العربيه. يلا امسحي دموعك دي بقى. دموع الفرح يا ربيع. يلا قومي. على فين؟ قومي بس. استنى بس رجليا مش شايلاني. باننا عجزنا واحنا مش نريانين. عجزنا ده ايه؟ انت بس بذلت مجهود غير طبيعي. وديني فين بس؟ تعالي بس، اولا هترجعي اوضتك. لا شوفي بقى، اذا كنت مصره نفضل انا في اوضه وانت في اوضه يبقى انا اللي هروح هناك. انا كان ممكن اوافق من زمان على انك تقعد في اوضه اميمه، لكن انا رفضت. تعرف رفضت ليه؟ ليه يا سعاد؟ عشان ما تحسش بالغربه في بيتك، عشان ما تحسش ان في حاجه اتغيرت هنا، عشان ما تحسش انك بعدت عن جو الألفة اللي تعودت عليه 20 سنة فاتت. على العموم دي فرصة عظيمة ان احنا ندخل الأوضة سوا. يلا بينا. واحتفالا بنجاحك. هتعمل ايه؟ هتنقي اشيك لبس عندك. تحضري معايا الحفلة. حفلة ايه؟ الشركة عاملة لي حفلة تكريم الليلادي، عزمة وجهاء واقطاب المجتمع. وانتي هتكوني نجمة الحفل الساطعة. يلا بينا. انا بحبه عليك قوي. ايوه هو ده، هو ده اللي ليه بالسيده العظيمه زوجة العضو المكتسح العظيم برضه. ايه ده انت سايباني اتكلم وانت واقفه ورايا هنا؟ ده انا طول عمري وراك يا ربيع، ما حبيتش مره بقى قدامك او حتى جنبك. من غير ما تقول يا سعاد انا حاسس بده. انا الليدي عايزك تقفي جنبي قدام كل الناس. ما قلتليش ايه رايك في اللبس، يليق؟ المدام هتحضر الحفلة؟ مدام؟ الهانم صاحبة الشركة هي اللي عامل الحفلة. انت عاوز احنا الاتنين نبقى جنبك ولا يمكن عاوزها تبقى قدامك؟ شوف انا عايز اقولك حاجة. قول اي حاجة في الدنيا غير انها تبقى وراك. انا ممكن اقبل انها تبقى قدامي قدامك، انما الناس تشاور عليها وتقول الست اللي وقفت وراها اهي. لا شفتي هتبوظ اللحظة الجميلة دي. عايزة تعكنين علينا. اطمن يا ربيع انا مش رايحة خالص. ليه؟ عشان ما عكننش عليك، وعشان ما بوظش اللحظة، وعشان المدام تقدر تقف في المكان اللي يعجبها. هو في ايه يا سعاد؟ في ايه؟ فهميني. انت زعلت لما حضرت فرح ولادك مش كده؟ عشان ما عزمتهاش. هي دلوقتي بتعزمك. لكن انا برفض. برفض ليه يا سعاد؟ ليه؟ اظن ده من حقي، ومن حقي كمان انك ما تفرضش عليا دعوتها، عشان انت اللي بتشتغل عندها يا دكتور مش انا. لا مش كده يا سعاد، مش دي الحقيقه. ما هوش ده السبب. اختار السبب اللي يعجبك واقتنع بيه، بس اوعى تحاول تقنعني ان الحفله دي تكريم بريء ليا وليك. انت مش وقفت في المؤتمر وسط الناس كلها وشكرت الست دي؟ كذب. كذب؟ ايوه كذب. زي كل اللي فات واللي قلته لك كان كذب. كذبت علشان خاطر الانتخابات، وكذبت علشان انا ما اموتش، وكذبت علشان ولادي يعيشوا عشان احافظ على بيتك. لكن انت ما صدقتش كل الكذب ده عشان تحافظ على بيتك واولادك. انت شايفه كده يا سعاد؟ وشايفه ان دي بالذات اللحظه المناسبه للكلام ده؟
ايوه، وشايفه ان لازم الكذبه الكبيره دي تنتهي بقى. الست دي من ساعه ما دخلت حياتنا واحنا عايشين كذبه كبيره. انا اسفه ربيع، ما كنتش قادره. انا بعتذر بس تسمحها، مش قادره اكذب اكتر من كده، مش قادره. كفايه بقى كفايه. يا فتح الدين المدام. ايوه مدام، انا متشكر جدا. لا بعتذر عن حضور الحفله. ايه بتقول ايه يا ربيع؟ استنى يا اخي، في الزفت ده مش عارفه اسمع. في ايه يا ربيع؟ ليه يا حبيبي؟ ارجوك بدون ابداء اسباب. متهيألي إن كل واحد عنده أسبابه الخاصة بيها. أنا بعتذر تاني وبشكرك جدا، مع السلامة. خلاص خلاص مش عايزة حاجة، يلا يلا انتوا اتفضلوا. أرجو إنك تعتبري عدم حضور الحفلة اعتذار مناسب ليك يا سعاد. اعتبريها لحظة صدق من اللي بتدوري عليها. اعتبريها حتى لحظة الصدق الوحيدة اللي حصلت طول السنة اللي فاتت دي كلها. بس صدقيها. لو صدقتيها هكون راضي وسعيد. اعتبرها البداية. أرجوك يا ربيع، حس بيا. عشان ما احسش بضعفي اكتر من كده. صدقني انا مش عاوزه احس بضعفي اكتر من كده. طب يلا يلا. على فين هتقولي اوضتنا تاني؟ ايوه، ونفس الفستان ونفس السهره ونفس العشاء. نفس الحفله؟ لا، هنروح مكان تاني محدش يعرفنا فيه ابدا. يلا. ومعنا احمد واميمه وعصام وعلا وابو علا كمان لو عايز. هتفضل جنبي طول الليل؟ وعشيكي بايديا. هنركب العربيه سوا؟ احس وانا جنبك اني ملكة الدنيا بحالها، واحنا اسعد اسرة. وما تعتبيش اوضة اميمة دي تاني ابدا. بترجع بيتك تاني زي ما كنت؟ خلاص بقى بلاش شروط الاذاعات دي. لاحظ ان انا كمان ممكن اضعف. حسيت يوم انك ضعيف كنتش احتميت بيك العمر كله، وكنت فقدت الامل من زمان. اطلبي لي نبيل بتاع العلاقات العامة فورا. حاضر يا فندم. يا ساتر، المكتب مكتوب كده ليه؟ حاسه ان انا هتخنق. اشغل لحضرتك التكييف يا فندم. تكييف ايه يا بنتي؟ الدنيا تلج. انا بقول لك المكتب مكتوم مش حر، احنا لسه في عز الشتاء. حاضر يا فندم، بس حضرتك تريحي نفسك بس. انا لا هستريح ولا هتفضل. ممكن تطلبهولي بسرعه؟ حاضر. مش من هنا، انت مش عندك مكتب للسكرتاريه؟ حاضر يا فندم. حاضر، اتفضلي. في ايه؟ طلباك. ايوه في ايه يعني؟ معرفش، اكيد هتقول لك. طيب يا ترى الطقس اخباره ايه؟ ملبد بالغيوم ولا صاح وبوجه عام؟ ده ملبد وعواصف وحاجه فظيعه جدا. ادخل. عواصف، استر يا رب. تحت امر سعادتك يا فندم. اسمع يا نبيل، الحفله بتاعت الليله كله تمام يا فندم، احنا جاهزين وعلى ميعادنا بالظبط، الساعة 10 يا فندم. مش ممكن تتأخر شوية؟ كل شيء ممكن يا فندم، ما دام حضرتك عايزانا نأخرها نأخرها يا فندم. بس حضرتك تحب نأخرها قد إيه يعني؟ نص ساعة؟ ساعة. ممكن ساعة يا فندم. لا أنا عايزاها تتأخر أكتر من كده. أكتر من كده يبقى صعب يا فندم. وبعدين الناس ما تعودتش من حضرتك على كده. ومع ذلك ممكن أخرها أكتر من ساعة. أنا عايزاها تتأخر كام يوم؟ إيه مالك ما بتردش ليه؟ طب هرد أقول إيه يا فندم؟ يا أخي قول أي حاجة، اسألني ليه حتى؟ أيوه، ليه يا فندم؟ أنا سألت حضرتك ليه يا فندم؟ حضرتك سمعتيني؟
عشان الدكتور ربيع مش جاي. مين الدكتور ربيع يا فندم؟ احنا عندنا 100 ربيع. الدكتور ربيع اللي معمول الحفلة عشانه مخصوص عشان نكرمه مش جاي، اعتذر. ليه بقى ما تسألنيش؟ طب وبعدين؟ انا جايبك عشان تقولي وبعدين؟ يا اخي اتصرف، الغيها، اخرها، اعمل اي حاجة. مش ممكن يا فندم، بس لازم في حل. اتفضل قولهولي. يا ريت كنت اعرفه. وبعدين شكلنا قدام الشخصيات اللي حضرتك دعياهم الليلة هيبقى مش مقبول، مش كده؟ ايوه يا فندم، هو بعدين لازم يبقى في حل، بس انا ما اعرفوش. انا بقى عارفه. من فضلك الحقيني بيه يا فندم. مؤتمر صحفي، ندعي الصحفيين، كل مندوب الصحف، حفله عشاء ومؤتمر تكريم للدكتور ربيع. حاضر يا فندم، بس الساعه دلوقتي 4، هنلحق؟ اظن دي بقى تحلها، تجيبهم امتى وازاي دي شغلتك. حاضر يا فندم. حضرتك هتقول لهم الدكتور اعتذر ليه عن المؤتمر. لما تحضر المؤتمر هتعرف انا هقول لهم ايه. سيداتي سادتي ضيوفنا الاعزاء، مساء الخير. أود أولاً أن أقدم اعتذاري نيابة عن الدكتور ربيع الحسيني الذي يؤسفني عدم تشريفه لنا الليلة، وقد أنابني في الاعتذار عنه لحضراتكم، ولكن ما جعل غيابه عنا أكثر تحية لنا وتشريفاً لي وأيضاً لكم هو سبب هذا الغياب. هل تعرفون لما غاب عنا الدكتور ربيع الحسيني في حفل تكريمه الليلة في أفخم فنادق القاهرة وأجمل أحيائها؟ لقد غاب عنا ليمر بنفسه على بيوت أهل الدائرة ليشكر الفقراء الذين أولوه ثقتهم. إن الدكتور ربيع الحسيني الآن أمام أبواب بيوت المنيرة ومجرى العيون والسيدة زينب لينحني احتراما للفقراء ويسألهم أيضا عن مطالبهم، مؤمنا أنه لم يقدم نفسه للترشيح إلا من أجل الفقراء ولم ينجح إلا بالفقراء. لا لا يا ربيع، ده يا دكتور، احنا متفقين. وبعدين هي اللي طلبت كده على فكرة. ما حصلش يا ولاد، ما حصلش. يعني ايه كداب؟ انا مصدقك يا بابا. وانا يا عمي، مدام سعاد متشددة شوية في المسائل دي، اكشن اول مرة على طول. ايه حكاية اكشن دي يا صاحب؟ اكشن نصف ربيع الاول، اول مرة على طول، وبعدين ده حق حضرتك الطبيعي. ايه بقى حكاية نصف ربيع الاول؟ امال فين نصف ربيع الاخر؟ التاني ده فيلم. يعني ايه؟ يعني تشوفيه في السينما. ما بتاكليش ليه يا علا؟ انا شبعت الحمد لله. شبعتي ولا مستنية الاستاذ احمد خطيبك المحترم؟ اكيد مستنيه يا احمد عشان ياكلها بطريقه الدكتور ربيع لمدام سعاد بالشوكه في بقها. احمد اتاخر ليه كده؟ انا بلغته يا انكل، بس هو قال انه هيتاخر شويه. تعرفوا بقى انا كان نفسي مين يتعشى معانا الليله. اوعي تقولي تيتا سميحه، لحسن كانت رجعت الاكل ده كله وقالت عليه انه سايح. لا هي مش هتقول عليه سايح، هي هتقول عليه صايت، يعني زي المطبوخ على الشمس، عشان كده ما كنتش هعزمها. يبقى اكيد بابي. بابي ده راجل دبلوماسي، واكيد برضه اعتذر بشكل دبلوماسي. قولي لنا بقى مين يا سعاد اللي كنت عايزاه يتعشى معاك؟ مش هتتوقعوا ابدا انا كان نفسي مين يكون معايا. انا متوقع النهارده منك اي حاجه، قولي بقى مين. اهل المنيره. اهل المنيره؟ اهل المنيره وشارع السد وسور مجرى العيون والسيده زينب، الدايره كلها يعني. اللي انتخبك واللي ما انتخبكش. عازمهم ازاي يا سعاد؟ انت ناسي احنا بنتعشى فين؟ انت اللي نسيت احنا طول عمرنا كنا بنتعشى فين وجبتنا هنا. المكان مش عاجبك ولا ايه؟ لا مش حكاية مش عاجبني، بس هنا بعيد، بعيد عن جهلنا. اهل الحي المنيرة والسيدة زينب وسور مجرى العيون. الحمد لله ان احنا ما رحناش الحفلة، انا ما كنتش عارف هتقولي ايه بقى، ده هناك بعيد بجد. لا اطمن يا ربيع، احنا مش ناويين نبعد اكتر من كده عشان مش لازم نتوه. فرصة سعيدة جدا، اهلا بيك. ميرسي يا فندم، مع السلامة. ميرسي يا فندم. اكيد حضرتك ما تعرفينيش. يعني مجرد تشريف حضرتك ليا الليله يخليني احس اني اعرفك من زمان قوي. ايوه بس احنا فعلا نعرف بعض من زمان قوي. الحقيقه يا فندم انا طبعا يشرفني اتعرف بحضرتك. سالم ابو الفتوح. يا خبر،
الاستاذ سالم ابو الفتوح الكاتب المعروف. هو في حد ما يعرفش حضرتك؟ حضرتك اشهر من نار على العالم. ايوه بس حضرتك تعرفيني اكتر من اي حد من الناس. ازاي يعني يا فندم؟ حضرتك بتنامي في الاوضه اللي انا كنت بنام فيها من 30 سنه افندم. بس مش على نفس السرير. انا جبت الديزاين بتاع الفيلا دي بتاع الموبيليا جبته معايا من انجلترا ونفذته هنا في مصر، انما اكيد انت بقى استوردتي كل حاجه من انجلترا. ولا يا فندم انا مش فاهمه حاجه خالص من اللي حضرتك بتقوله. على اي حال انا سعيد اني قابلت حضرتك، فرصه طيبه واشوفك ان شاء الله مره تانية. شكرا قوي. باي باي. مع السلامه. انت وقفت ليه؟ مستني يتحدد موقفي اشوف هنام فين الليله دي. مش معقول وانا عريس انام في اوضه اميمه، ده البلد كلها زفاني بطول القاهره وعرض الجرايد. مش العرسان بيمسكوا في دراعات بعض كده؟ انا فاكر ان احنا دخلنا من الباب ده واحنا ماسكين بعض كده. وانا كنت مكسوفه قوي ساعتها، كانت الحيطان والبيبان كل حاجه على لونها زي ما هي. صحيح غيرنا العفش مرتين ثلاثه بس الاصل زي ما هو. لسه فاكره يا سعاد؟ الا فاكره، ده انا يوميها كنت مكسوفه بشكل، كان وشي في الارض من الكسوف بس راسي كانت في السماء، عشان اتجوزت اعظم راجل في الدنيا. اخترتني دورا عن ستات العالم عشان ابقى مراتك. ساعتها مشيت اعد بلاط الارض العريانه، اصل السكيده كانت صغيره قوي، فاكرها يا ربيع؟ اشتريناها باستماره بضمان المرتب. ولما دخلنا الاوضه كنت مكسوفه وبرتعش من الكسوف. انا فاكر كويس، كان جسمك كله بيترعش وايديكي كانت متلجه. اول ما لمست ايديا حسيت بالستر والامان كله، حسيت ان ربنا استجاب لدعوتي. دعيتي قلت ايه يا سعاد؟ قلت يا رب ارزقني براجل طيب وشريف يسترني وابعد عننا الشيطان. اصل الساعة واحدة دلوقتي اكيد حاجة مهمة. خلاص رد يا ربيع شوف مين. هيكون مين يعني؟ ما احمد واميمه كانوا لسه معانا، لو حد من اصحاب الدايره مش ممكن يكلمني في الوقت ده. ربيع. نعم. انا عايزه منك طلب، ممكن تحققه لي؟ طبعا انت عارفه. حتى لو كان صعب عليك. اموريني يا سعاد. سيب الشغل عند المدام، اظن بقى ده طلب مشروع وعادل. يا سلام سعاد، في الوقت اللي انا عايزك تستريح وتسيب الشغل وتسوي معاشك تطلبي مني انا اسيب الشغل؟ معقوله؟ انا صحيح مش تعبانه في شغلي، لكن اذا كنت انت هتبقى متضايق انا ممكن اسيبه، بس تضمن لي حاجه واحده، اني الاقيك يا ربيع.